يا سابق، اختصاص قضايا الدولة بشأن ادعاء العام المدني أو تصويت المنازعات أو الإشراك الفني أو إعداد العقود تلك الاختصاصات الواردة بالمادة 179 من دستور 2012، هل فيها تداخل أو تعدى على أي جهة قضائية؟ لماذا الحذف؟ ولمصلحة ماذا؟ لقد تم مؤكد لأعضاء قضايا الدولة بالذات أننا لن نتنازل ولم نتنازل عن تلك الاختصاصات الأربعة على سبيل الحصر. وبالتالي مؤكد ان احنا اذا كنا تركنا الجمعيه قسم اي من فجوه التشريع، فاكد لحضراتكم اننا سوف نتمسك بها في اقرب فرصه، ونحن في تغير دائم للدوله، وسوف تعود الفجوه التشريع مره اخرى لاحضاء قضايا الدوله. وبالتالي بتسائل، حتى النص التوافقي الاختصاص دون غيرها بالنيابه القانونيه عن الدوله وتحريك الدعاوى عنها، ماذا من اين التداخل بينها واي قضايا اخرى؟ لقد سالت اعضاء اللجنه واحد واحد، لماذا تم الحذف؟ الاجابه بالنفي، لا اعلم. تحققكم. طب ما قلتش كده ليه؟ ما اعرفش ايه اللي تم، ومين اللي يعرف؟ اقول للناس ايه؟ ما اعرفش. يا جدعان ده لصالح البلد ولا لا؟ احد المحافظين في محافظات ما خسر الدوله في قضية مماثلة لهذا ملايين الجنيهات. فبالتالي لما قلنا دون غيره بنحافظ على المال والحق العام، وده اختصاص أصيل لقضايا الدولة. أنا كنت أتمنى في النص الخاص بالاستقلالية للجهات والهيئات القضائية أن يكون من ضمن هذه الأبواب النص الخاص بشؤون الشرطة القضائية وآلة تنفيذ الأحكام، لأن كلنا نعرف أن المواطن المصري يعاني من جزئين، جزء اللجوء للمحكمة والانتظار سنوات لأخذ حكمه، ثم أنه يترك كل أبواب المحضرين والأجهزة المعاونة في تنفيذ الحكم. كنت أتمنى أن يكون هناك نص دستوري يحصل هذه الجزئية حتى تكون الأحكام فعاليتها ومضمون تنفيذها. أخيرا أو قبل أن أترك هذا الحديث في هذه الجزئية الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا. المحكمة الدستورية العليا أخذت كل ما تريد وأقصى مما تريد. بس ليها تساؤل فيما ورد في التفرقة الواردة في النص ما بين الضمانات والإضافة الخاصة بالحصانات. ماذا يقصد المشرع الدستوري من تلك الإضافة؟ هل في الجمجمة شيء ما؟ هل الإضافة دي لها معنى خالص خاص بالمحكمة الدستورية دون أعضاء الهيئات القضائية والسلطة القضائية أم شيء خاص؟ أرجو إجابة تفضلوا أعضاء لجنة العشر. فيما يتعلق بالجزئية الخاصة بالنص الخاص بالنيابة الإدارية، أنا بضم صوتي وأقول إن دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المتفشي لابد أن تكاتف الجميع لشد أذرها وأيديها على تلك المهمة الثقيلة. وأتساءل لماذا تم الفقرة الخاصة بمراقبة أداء الحكومة؟ هل برضو هذا من اختصاص مجلس الدولة؟ لماذا تفريغ النص الخاص بتوقيع الجزاء التأديبي حتى يكون قرار إداريا؟ هل هذا برضو لابد أن يكون لمجلس الدولة في كل شيء؟ عضوية مجالس التأديب ماذا يعني مجلس الدولة فيها؟ أسئلة تحتاج إلى إجابة. نحن في دولة لابد أن يكون الشفافية والموضوعية والصالح العام هو المعيار. لماذا كل هذا التعدي؟ هل لأن مجلس الدولة النيابة الإدارية وقضايا الدولة لم يمثلوا في لجنة العشر؟ لماذا حجبت تلك المنصوص على لجنة الـ50؟ ومن هنا بنادي ومناشد من خلال البيان اللي هيطلع المشترك، لابد ان يكون هناك استماع فوري وعادي للجنه الـ50 لكل من قضايا الدوله النيابه الاداريه حتى تكون الصوره واضحه في طلباتهم الموضوعيه التي تتعلق بالصالح العام.
طالما هناك حد من لجنه العشر. يا سادة، الاختصاص الخاص بمجلس الدولة زي ما قلت وأكرر مرارا وتكرارا ليه كارثة دستورية إنجاز للتعليم. دون ضمون غير الواردة سوف تضرب الاستثمار والاقتصاد المصري في بطن، ومصر دولة تعاني أشر المرين من هذه الجزئية. فلا بد، وأنا شدادة الخمسين ولسه مجال الوقت متسع، أن تعيد النظر في تلك هذه الجزئية الخاصة دون غيره. هل القضايا المحاكم الاقتصادية ستؤول إلى مجلس الدولة؟ وكيف نحكم فيها؟ هل يوديها خبير أو من المفوضين؟ الميزانية العامة لجمهورية مصر العربية تقوم على 63% ونصف من موازنة الضرائب والجمارك. القضائي العادي صاحب الولاية لم يتحرك ولم يبدي أي اعتراض عندما قادت المحكمة الدستورية العليا في يناير 2013 باختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الضريبية. حتى تاريخه قررنا على العام لم يقوم مجلس الدولة بإدراك هذه المهمة الثقيلة، ولم يبين لنا ماذا يفعل في هذه المسؤولية الثقيلة وهي تتعلق ب 63% من موازنة الدولة. هل تنتظر عشرات السنوات منذ القضايا التي من سنة 22 قاف ونحن نوقف في 57 49 قاف 59 قاف؟ هل ميزانية الدولة تستحمل هذا؟ حتى لا أطول على حضراتكم أقول لا مساس ولا تنازل عن اختصاصات قضايا الدولة، وأن النادي في سبيله خلال الساعات والأيام القادمة زمن الإعداد للمؤتمر العدالة الثالث، وسوف يناقش في هذا المؤتمر كافة الجنود المتعلقة بمنظومة السلطة القضية بما فيها اختصاصات مجلس الدولة ومدى خطورتها على الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في شعب مصر. وقبل أن أترك حديثي لكم أشكركم على حسن استماعكم.